شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول دمبو ممحط أوي دا جين جي دا أواح دا كان كفير كي كنيوم تهو جي ساسي بناك من تي مجح من تي الله هاي محمد كي جي رسول نك دا نام سارو الله. لا يمكن أن نقول للكافر أنت إذا أسلمت لابد من الصلاة ولابد من الزكاة ولابد من صيام رمضان ولا تشرب الخمر ولابد من الختان. لا جين من جمعك دعوه كفير دمبون داو ين برابي تان نك باسن جي نك جو إسلام نك تروتا سمبه يان نك تروتا زكاة نك تروتا جو سا نك تروتا تهو أواي سين سين تيت جاو دو جي جاو سرا جين من ترو دعوه دشان الله. نعم إذا أسلم الكافر شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. باسن نا كفير دا قد بان جو إسلام هاي الله سبحانه وتعالى نن باك جد ربو قد أمبي حكم دن لاي ربو إسلام. جاء رجل نصراني إلى إمام من الأئمة. مين بره نصراني من نه؟ بان تكن إماموي. نوجم ناو إمام تلا. فقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر. يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حبه للخمر لأنه يعرف إذا أسلم لا يشرب الخمر. نعم. قد بان تكن إمام تا يا إمام. كنيوم جانجو الإسلام بنتا كنيوم سلان سرا. نعم. فقال له الإمام أسلم وإن شئت شربت الخمر إذا شئت. ها إمام قبان بوتها جو نجو الإسلام تو بسن جي نك جان فك نك فك تو أسلم هذا النصراني. أنت مو نصراني نو قد قبان جو الإسلام. فقال له الإمام أنت الآن مسلم. رويك إمام بان بوت كان قطع إلو نك جي نك دار إسلام هاي. إذا شربت الخمر جلدك السلطان ضربك السلطان. بسن جي نك فك سرا بدنا سداج نن وي نك هاي. وإذا رجعت إلى الكفر قتلك السلطان. هاي بسن جي نك ترلاب تو كفير وين سلطان سداج نن سملاب نك. لأنه لا يمكن أن يخاطب قبل بتحريم الخمر قبل الدخول في الإسلام. ببروجر من آتها نجي كهام قد قد أمبي بكسرا بان لاي من دا قد من طان بان جول إسلام. إذا لابد من ترغيب الكفار في الإسلام. دوشنا كي جمبات لمبون لان كي جن ترو تتيم تي أوي ينا أوي كفيت بان جول إسلام. وذكر محاسن الإسلام. هاي جن رملك أمبي بركادة لأول أمبي إسلام.